في الحقيقة احنا في صباح الخير يا مصر دايما بيبقى عندنا يعني نماذج زي ما بيقولوا كده تفتح النفس، نماذج مصرية مشرفة، نماذج مصرية عظيمة. قدرنا في خلال حلقات طويلة جدا ان احنا يعني نتشرف بوجودهم معنا في حلقاتنا ونلقي الضوء عليهم سواء في داخل مصر او في خارج مصر. النماذج ربما بتكون متميزة في مجالات زي دكتور في جامعة برة، زي طبيب مصري متميز في الخارج، زي اختراع عمله مهندس مصري، عدد كبير جدا من المجالات اللي ربما في صباح الخير مصر قدرنا نسلط الضوء عليها. النهارده بقى احنا هنتكلم عن يمكن حته مختلفه شويه، المدارس بقى والقائمين عليها. عندنا مدرسه او مديره مدرسه في كندا وواحده من افضل المدارس في الحقيقه الخاصه بكندا، مدارس خاصه في كندا. فالنهارده معانا نموذج مهم جدا جدا جدا، كرمها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على ادائها المشرف. فاحنا النهارده عايزين بقى نعرف منها تفاصيل كثيره جدا جدا. معانا عبر الزوم دلوقتي السيده فيبي وصفي، مديره مدرسه فيلوباتير بكندا وعضو بارز في مجلس اداره المدارس الخاصه الدوليه ACSI. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مسعد. صباح الخير مصطفى. انت اكيد عندك دلوقتي بالليل شويه صح؟ بالليل شويتين، واحده بعد نص الليل. اوكي شويتين مش شويه. اول حاجه الف مبروك على التكريم. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. احنا بقى لسه بنبدا اليوم هنا، خلي بالك. احنا هنبتدي بعدكم بسبع ساعات. يعني طبعا الف مبروك وحاجه عظيمه جدا، بس احنا عايزين ناخد يعني ايه فكرة كده عن المدرسة. هل المدرسة للمصريين اللي في الخارج، المصريين المقيمين في كندا، وازاي القصة دي بدأت وازاي انتهت بتكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك؟ المدرسة ابتدت من حلم من 25 سنة. سبتمبر اللي جاي هيبقى السنة 25 على بداية المدرسة، أول سنة دراسية ليها. والحقيقه اللي بداها الجاليه المصريه القبطيه في كندا، لكن هي مفتوحه لكل الجنسيات وكل الناس مور ذان ويلكم ان هم يدخلوا ويسجلوا فيها. فاحنا عندنا شباب يعني من الجاليه المصريه طبعا، بس من جاليات اخرى ومن جنسيات اخرى. طيب انت وصلتي انك تبقي مديره المدرسه او مديره مدرسه فيلوباتير اللي بتعد افضل مدرسه خاصه بمسيساغا. ايه الفرق ما بين التعليم في مصر والتعليم في كندا؟ خليني اسالك ده مبدئيا، وازاي قدرتي ان انت تفوزي بجائزه افضل مدرسه خاصه للسنه الرابعه على التوالي؟ انت بقالك اربع سنين ما شاء الله ورا بعض بتاخدي افضل مدرسه خاصه على مستوى مدينه مسيساغا. مظبوط. الحقيقه احنا بالنسبه لنا هنا في كندا بنعلم الولاد ان هم يبقوا شخص متكامل، بمعنى ان هو مش بس المدرسه، مش بس الدراسه الاكاديميه، بل هي كل حاجه لتكوين شخصيه الطفل لحد ما يبقى شاب ويدخل الجامعه. فاحنا كمدرسه بقينا عضو بارز في المجتمع هنا من خلال الفعاليات المجتمعيه. يعني مثلا عندنا مشروع المليون شجره في مدينه مسيساغا، احنا كمدرسه المدرسه الوحيده اللي بقينا نزرع 1000 شجره كل سنه. كل سنه بيتعمل عرض مسرحي ضخم جدا. السنه دي اتعمل جوزيف ذا دريمر فروم كينان تو ايجيبت في اكبر مسرح في مدينه مسيساغا، حضرها حوالي 1000 شخص، وكان مشرفنا سياده السفير احمد حافظ سفير مصر في كندا. وطبعا بالجانب للحاجات اللي هي المجتمعيه والحاجات اللي بنقول عليها فن، الدراسه مهمه جدا. فولادنا بيدخلوا اعرق الجامعات في كندا وعلى مستوى العالم. في برامج هنا في كندا في الجامعات بتقبل مثلا 20 طالب كل سنه، بيتقبل من مدرسه عندنا 4 من ال 20. فالليفل الاكاديمي عالي جدا، فازاي نعمل البالانس ده؟ ويمكن ده اللي بيخلينا متميزين كمدرسه هنا في كندا، وبيخلي التعليم فيه اختلاف شويه عن مصر. يمكن احنا في مصر بنركز اكتر على الناحيه الاكاديميه. انا سامعه ان في مدارس طبعا ابتدت تبص على الموضوع من طرق ونظر ثانيه. واحنا في زياره لمصر في ديسمبر اللي فات بردك ابتدينا نشوف ازاي وزاره التربيه والتعليم بتحاول تعمل يوم للاكتيفيتيز، بس بتبقى يوم واحد. احنا الاكتيفيتيز دي داخله في المنهج وداخله في اليوم الدراسي وداخله في التعليم. فاحنا بنخلي الطالب زي ما بقول لك
مثلا بيديفلوب يبقى شخصيه كامله متكامله، عضو ناجح في المجتمع وعضو ناجح في الاكاديميك الحياه الاكاديميه. صحيح. طيب الست العظيمه اللي اسمها فيبي وصفي اللي عملت كل ده وخلت اجيال تخش اهم الجامعات في كندا ومدرستها افضل مدرسه في المدينه اللي هي فيها، درست فين؟ حضرتك درست فين؟ أنا درست في هنا في كندا، معظم حياتي كانت هنا. ابتديت الدراسة في مصر لحد ثالثة ابتدائي، وبعدين العيلة هاجرت لأمريكا الشمالية، فمعظم الوقت يعني بقى لنا 35 سنة يمكن عايشين برا مصر. في لكن لسانك مصري صميم يعني قوي، مش متأثرة خالص. بنحاول، ما احنا زي ما بابا شنوده كان بيقول مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش صحيح فينا، صحيح. فهو فعلا مصر عايشه فينا في كل حاجه. فانا درست هنا، اتخرجت من جامعه تورونتو بكالوريوس قسم تاريخ، وبعدين دخلت بعد كده دوفيل في بافالو، ودي عملت فيها تربوي، وبعد كده بقى ابتديت اكمل دراسه. يعني أنا لحد الآن بدخل في بروجرامز وبدرس، وعملت ماجستير في الـ Educational Leadership. قيادة تعليمية، الريادة بالضبط التعليمية بالضبط، وخدت دبلومة من هارفارد في أمريكا للتعليم العالي، تأهيلي إن أنا أدرس على مستوى الجامعة، لكن لسه ما حصلش. أنا بحب الأطفال والشباب الصغير، ودلوقتي كمان بدرس حاجات في الليدرشيب او القياده، بحس ان انا اقدر ادرب الولاد ازاي ياخدوا دور قيادي في المجتمع. فالتعليم ما بيوقفش، وحتى يعني حتى الان يعني. طيب استاذه فيبي، انت اللي انا فهمته كده بتحبي فكره جيفنج باك تو ذا كوميونتي، او ان احنا ندي مظبوط لمجتمعنا بتعلمنا اللي احنا اتعلمناه، ازاي نقدر نساهم في تطوير المجتمع. انت مصريه، مصريه كنديه لكن مصريه، ولسانك اهو زي الفل مصري. طيب ازاي شايفه انه انتوا كجاليه موجوده في كندا قدرتوا ان انتوا تعملوا مدرسه ما شاء الله من انجح المدارس الخاصه الموجوده هناك، وقدرتوا تبقوا مؤثرين جدا في المجتمع الكندي او في مدينه مساساجا بالتحديد؟ ازاي تقدروا تجيف باك تو ذا كوميونتي بقى، او ان انتوا يعني تساهموا في تطوير المدارس المصريه بطريقه ما، معرفش ازاي، بس يعني ايه اللي ممكن تعملوه عشان تقدروا تساعدوا في تعديل يمكن فكرة ان الطالب يبقى كامل متكامل زي ما انتم بتعملوا عندكم؟ بس انت هو كان سر شوية. أوكي. بس لما اكشن ثلاثة اخذ التكريم، كله لاحظ ان انا كلمت سيادة الرئيس، يمكن اطول واحدة من المكرمين، لان انا كنت بقول في خمط الرئيس ان احنا نحب نشترك في بنا مصر من خلال تطوير التعليم. في افكار كثيره قوي، ويمكن احنا كمدرسه كمان اخذنا فكره التعليم عن بعد وطورناه وعملناه. دلوقتي عندنا حوالي 35 طالب من انحاء العالم بيدرسوا معانا في المدرسه، وبيدخلوا في كل المجالات اللي احنا فيها. لكن الافكار بتاعتنا سهله قوي انها تتطبق على ارض الواقع، مش حاجه خياليه، ومش حاجه عشان انا عايشه بره في كندا يقول لك اصل احنا مش حاسين بمصر. احنا يمكن بنحس بمصر اكتر من اللي عايشين جوه مصر. فالافكار حاجات بسيطه، giving back to the community زي ما انت قلتي، دي حاجه بسيطه قوي ممكن تتعمل. انا كنت بتفرج على برنامج الاسبوع اللي فات في مصر، وكانوا بيفتكروا ايام ما كان في تنظيف الشوارع مثلا، ازاي اخد بالي من مدرستي والشارع اللي حوالين مدرستي. في حاجات بسيطه ممكن تتعمل، لكن ونبقى يعني جاهزين كمدرسة فلوكاتير وكإدارة وكمجلس إدارة كمان، كله جاهز إن هو لو في أفكار نقدر نديها في مجال التعليم في مصر علشان تطوير التعليم ونبني مصر مع فخامة الرئيس زي ما طلب في المؤتمر الوطني اللي فات، إحنا جاهزين. وأجان هي حاجات بسيطة، ويمكن الولاد لما put our trust ونقول لهم أنتوا تقدروا، هم بيطلعوا بأفكار كمان وابتكارات بتساعد المجتمع اللي هم عايشين فيه. كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك، نموذج مشرف يعني، كفايه ان احنا نقول ان تم اختيارك من وسط 100
شخصية ملهمة في كندا، سيدة مصرية عظيمة قدرت إن هي تربي الأجيال يوما بعد الآخر. الجين المصري بيثبت إن هو الأفضل ما بين كل الجنسيات في العالم، وبيؤكد إن إحنا بس لو توفرت لنا شوية حاجات كده صغيرة خالص بسنت بنبقى الأفضل. سيدة فيبي وصفي، شكرا جزيلا لحضرتك ونورتينا في صباح الخير يا مصر.